أصحاب اللابتوب، أصحاب الأجهزة، الآيفون، الآيباد، كل الأجهزة. الله الله، لا تسمع فيها إلا خير، ولا تضع فيها إلا خير، ولا تنشر فيها إلا خير. تراها إما شاهد لك أو شاهد عليك. والله يفرحني مقطع في اليوتيوب عدد المشاهدات 10 مليون، مقطع خير. قلت يا هنيئا للي وضعها، يا هنيئا للي وضع المقطع هذا. حسنات تدر عليه، حي وميت ورايح وماكل وشارب، حسنات. ومقطع آخر خبيث، قلت أعزي اللي وضع المقطع هذا، كل ذنوب الناس على ظهره. تدرون بعض الناس حاضر معنا المحاضرة الآن أو يشاهدنا الآن، الآن يشاهدنا ومسكين تعبي عليه سيئات. تعرفون ليش؟ لأنه مرسل أغنية لفلان يسمعها فلان الآن، مرسل إيميل لفلان يسمع فلان الآن، نزل مقطع خبيث يشوفون الناس الآن، وجالس الذكر، وحسنات تصب عليه، سيئات تصب عليه. أعوذ بالله. وفي قبره الأم اللي رأت الرؤية العظيمة أن كلاب تأتي على قبر ابنها وتبول، أعزكم الله وملائكة والسامعين ومشاهدين، ها عندما فسرت الرؤية إيش قال؟ قال هذه سيئات إلى الآن تصب على قبرك، على قبر ابنك، سيئات تصب على قبر ابنك. فلما استفحصت الأمر وجدت نعم ابنها كان يرسل مقاطع للناس والعياذ بالله، قال تصدقي عنه وتوبي وحاولي وحاولي، فهل ترضى هذا الشيء؟ الله الله، لا تبث إلا خير عشان يجيك خير، انت من الشر ترى يجيك شر. يا أخي يكفي ذنوبي، تحمل ذنوب غيري.